غياب صراحة زعما ما عنديش جواب صراحة، ما مسؤولاش أنا على هذا الغياب. يعني إلا كانت عروض يعني مزيانة ما غاديش نقول لا، يمكن انشغالي أكثر في المسرح، جولات، يعني كل عام تيكون عندي على الأقل واحد 3 أو 4 ديال الأعمال المسرحية بالجولات ديالها داخل وخارج المغرب. ولكن هذا ما كيمنعش ان بزاف الناس قالوا انا بعت، بزاف الناس قالوا انا اعتزلت، يعني كثرت الهضره، مي ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. كان سبب واحد سنتين توقفت بسبب الدراسه، كنت خديت شهاده الماستر، من بعد انا رجعت للساحه لحد ساعه ما كانش زعما ما كانش عروض وما كانش اقتراحات، وكنتمنى ان يعني الرجوع ديالي للتلفازه يكون رجوع قوي وعمل جميل اللي يروق للمشاهد وتكون عودة محمودة كما كنقولوا. حاليا عندي يعني الاشتغال في المسرح، كاين هذا العمل، كاين عمل اخر مسرحيه المبروك والسي اللي كنقوموا بجولات ديالها خارج وداخل الوطن ديال امين ناسور، مخرج متالق امين ناسور. كاين ايضا مسرحيه القسمه، كاين يعني كاين العديد من الاعمال المسرحيه اللي حاليا كنقوموا بجولات ديالها. يمكن حيت كل مخرج عنده واحد فريق العمل اللي كيرتاح انه يشتغل معاه، فكان لاحظنا ان زعما كاين مثلا هذا منتج او لا مخرج كيشتغل مع واحد مجموعه ديال الوجوه اللي يمكن كيرتاح معاهم، كاين واحد تفاهم بيناتهم، سبب اللي كيخليه انه يعاود يشتغل معاهم ويعيط له في اعمال اخرى. مزيان، انا كنشوف زعما الا كان البوبليك باغي واحد الوجوه معينه فما يمكنش تقولي له تقول ما يمكنش ما يشوفهمش. ومزيان اننا نتفكروا واحد الجيل اللي بدا كيطالوا النسيان، مزيان اننا نتفكروا مازال ممثلين قادرين يعطيو، والممثلين اللي كيشتغلوا دابا مزيان الله يزيد في المسيره ديالهم، وما نساوش ان بصح كما قلت كاين واحد الجيل متكون، جيل خريج معهد او خريج يعني بزاف ديال يعني منين بزاف ديال التكوينات، وكينتظروا ايضا الفرصه ديالهم، وهذا التنوع ما يمكن له الا يفيد للجمهور المغربي ونخرجوا باعمال متميزه، اعمال متنوعه واعمال جديده في كل مره. شوف الفن مهنه كيختارها الانسان بحال اللي اي واحد في المجتمع كيختار مهنته. كنختار انني نكون فنان كيف ما واحد اخر اختار انه يكون استاذ، كيف ما واحد اخر اختار انه يكون محامي. دونك اول حاجه هذه مهنه كتجي عن اختيار وعن قناعه، حتى شي واحد ما كيضربك على يديك وكيقول لك لا انت خاصك تخرج فنان، هذا من جهه. من جهه اخرى المسارات الشخصيه كتختلف، كتختلف يعني الحالات تختلف. كما كنشوفوا نماذج ديال هاد النماذج اللي قلتي ديال الفنانين اللي الله يحسن العوان وكيعاني وكاين اللي كيعاني في الصمت وكاين اللي كيفضل انه يعني يخرج المعاناه ديالو ويصطح بصوت مرتفع باش يسمعوه الناس، وكاين اللي كيعاني في الصمت وكاين اللي ناجح في حياته وكاين اللي استطاع انه من الفن يعني يعيش مزيان ويكون اسره ويربي ولاده. لا صراحة ما عمري ما تعرضت للتحرش من عند حتى شي واحد، كنمشي كندير خدمتي، العلاقات ديالي مع زملاء في المهنة سواء ممثلين أو لا إداريين أو لا منتجين أو لا كتكون دائما علاقة مبنية على احترام متبادل، كندخل كنخدم خدمتي وكنمشي في حالي. زعما صراحة ما عمري ما تعرضت لشي مضايقات او لا، بالعكس كنظن انني زعما جوج الاعمال اللي اشتغلت فيها كما كنبدا كما كنسالي كيكون زعما احترام متبادل، وما عندي حتى شي
شكرا جزيلا لموقع الدار، اولا الحضور ديالكم معنا هنايا، لمواكبتكم للفنانين في الاعمال ديالهم، وكنتمنى لكم التوفيق، وتحيه للجمهور الدار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.